السلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ الدورة التعليمية الخاصة بالHTML. أو أولا وقبل بداية الدورة، سنتطرق للمحرر أو البرنامج الذي سيتم استعماله في هذه الدورة. أنا سأقوم بالدورة على نظام اليوبنتو، لكن سأشرح لكم مختلف المحررات التي يمكنكم استعمالها. مثلا على نظام الويندوز يمكنهم استعمال برنامج يوجد في الويندوز مسبقا، ألا وهو برنامج البلوك نوت. يمكنكم كشافة الأكواد تطبيق عليه، أو هناك عدة برامج أخرى وأشهرها أو البرنامج وهو برنامج مجاني يمكنكم استعماله بإصداره الكامل، والموقع الخاص به هو تالي نوت باد تيري بليس تيري بليس بون أورغ. يمكنكم تحميله مباشرة من هنا أو الضغط على الذهاب إلى القائمة واختيار داونلود، ثم اختيار أول الضغط هنا مباشرة أو اختيار نوت باد بليس بليس انستالر لتصطيب البرنامج. أو يمكنكم لمن يريد شراء حقوق البرنامج فهو غير مجاني، برنامج جميل يساعدك كثيرا في تصميم صفحاتك على الشمال دون دراية أو دون معرفة. يمكنك إنشاء الصفحة HTML دون أي دراية بالكود، وهو برنامج HTML باد، فهو برنامج غير مجاني يمكنكم اقتناؤه الحقوق الخاصة به. نحن سنتطرق للدورة على نظام يوبنتو، وسنستعمل البرنامج التالي ألا وهو تكست إديتور محرر يوجد مسبقا على برنامج يوبنتو اسمه جي إديت. انتظرونا مع بداية الدورة إن شاء الله.